صباح الخيرين. نعم، مع يعني يفصل لنا يوم واحد عن شهر رمضان تقريبا، وعمال المطاعم يناشدون الجهات المعنية بعدم إغلاق المطاعم نهارا في رمضان، لأنها يعني تعد مورد لكسب رزقهم. أيضا يعني هذا ليس الطلب فقط من عمال المطاعم، فأصحاب المطاعم أيضا يتعرضون يعني ل يعني مساءلات من الجهات المعنية في حال أنهم يعني أغلقوا، في حال افتتاح المطاعم خلال شهر رمضان، فستفرض عليهم غرامات مادية فضلا عن السجن بين 3 إلى 6 أشهر. والجهات المعنية يعني تذكر أنها تضع هذه القوانين بسبب خصوصية الشهر الفضيل وخصوصية شهر رمضان. نعم. إضافة إلى هذا، فأن بعض أصحاب المطاعم استحصلوا موافقات رسمية بافتتاح مطاعمهم نهارا، لكن يعني عدم إظهار الصيام الإفطار العلني، وكذلك وضع يعني قطعة من القماش لتغطية المطعم، قطعة من القماش بيضاء. ويعني أصحاب عمال المطاعم طبعا يعني لهم عذرهم الخاص، لأن هذا الموضوع يعني يؤثر على رزقهم الخاص. نعم يعني. نعم. طيب خلينا نشوف كمان موضوعنا الثاني برضو. يقول العراق هو الأول بقطع الإنترنت، إيش القصة؟ طبعا بحسب إحصائية موقع توب 10 VPN، يعني يكون العراق أو يحصل العراق على مرتبة 122 من أصل 181 دولة عالميا من حيث قطع الإنترنت، والتاسع عربيا أيضا من حيث قطع الإنترنت، وفقا من حيث عفوا سرعة الإنترنت، وفقا لسرعة الإنترنت الثابت أو ما يعرف بالكابل الضوئي. أما بالنسبة لسرعة الإنترنت على الأجهزة النقالة، فالعراق يعني يقع في المرتبة 89 عالميا من حيث سرعة الإنترنت على الأجهزة النقالة. بإضافة إلى ذلك، فإن العراق شهد بالآونة الأخيرة وخاصة العام الماضي 185 ساعة من القطع للإنترنت خلال 2023، لأسباب تتعلق طبعا بالحكومة العراقية، مثلا خلال فترة الامتحانات كان هناك قطع بالإنترنت، وخلال بعض يعني حدوث بعض التظاهرات كانت أيضا تؤدي إلى قطع الإنترنت. السبب أيضا لبطء الإنترنت في العراق، يعني يرجح الخبراء المعنيين بمجال الإنترنت والتكنولوجيا، يرجحون أن أسباب بطء عمل الإنترنت وأسباب انقطاع الإنترنت يعود إلى احتكار بعض شركات الإنترنت لهذا القطاع والسيطرة عليه بطريقة احتكارية. نعم، يعني صراحة موضوع يعصب أن الواحد يكون الإنترنت عنده بطيء أو ينقطع وهو عنده شغل. شكرا لوجودك معنا هذا الصباح مارك.